أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق، وهل هو مثير للمتعة؟ الزواج بنية الطلاق ما هو مثل المتعة، فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأنه تغرير بالمرأة، ما هو علشان أنه متعة، علشان فيه خداع للمرأة ولوليها، لأنك تزوجتها بنية البقاء، وأن تضمر في نفسك نية عدم البقاء والتوقيت، فهي متعة خفية، ليست متعة ظاهرة، متعة خفية بالنسبة لمن نواها، أما اللي ما نواها الزوجة والولي ما يسمى هذا في حقه متعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.